مزو دادي مزو دادي مزو دادي هاي نعم أعرف شعر يسخدك ما يكسب واحد هاي أريد تبقى دوما هاي لفحل كفة هاي كفة هاي هاي أحنا أحنا نعم نخدم المزادية الكل هاي تخدم يقولون هذا هاي هذوما هذوما بقري بي هذاك قرون وبقري بقري هذاك غزال هذوما غزال احمر باهي هذوما فماش منهم هذوما قرون غزال قرون غزال اصيل اصيل وهذه الكفه هذه كلك حق هذه بقري هذا بقري وهذا علوش علوش هذاك على الكبش خرج منه قرون هذا الاحمر لدون بقري اي والاصفر لقرون كبش هذو اي هذو نتاع نتاع كبش وهذو نتاع نتاع بقري بقري وشنو سميته الاحمر هذا انا هذا اسمه الغصوب 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 والمصبوب الغصوب اي والاصفر سميته هذا هذا الروج الروج هذا اللي حكيت لي عليه الروج الاصفر اي الاصفر عملت العكس معناها اللون الاحمر سميته الاكسوب والاصفر الروج هذوما زوز مزود نتاع خويا عبد الكريم الروج والاغصوب اسم الاغصوب هذا اي الاغصوب شنو هي التاريخ اللي تاريخ نتاع يحكيوا عليهم كل في قديم الزمان اسم شخص معنا اي شخص سميت عليه الاسم تاع المسجد عليه المسجد معنا فيها قصة بها هذه تعجبك انت صحيح عندي هذا اسمه المزيان المزيان ايه. هو بالحق مزيان هذوما هاي نيب فيك شوف يا سيدي وطول كسوة هذا سجلت به عن الدين كحليوه هذا سجلت به؟ هذا اسمه المزيان المزيان هذا سجلت به فنان و برا شمس عليك و المجموعة هذيك لا برا شمس عليك مش انا هذا المزيان المزيان وتوا القماش اللي مزين به هذا مطروز به الحلو كيفاش تعمل له الاختيار منك انت عندك شكون يخيط لك؟ واحد وحدك؟ واحد نفس نعمل فاسون نهز المرأة تخيط لي تختار انت اي خيار يعني فكرة متاعك انت اي فكرة فيه هذا المزيان ان شاء الله عليك عبد الكريم مزيان لك شوف محلي ريت زي مندريخ هاي هذا ليون اسمه ليون هذاك هذا ليون اي مزيان وتوا الكفه والفحوله تقدم وحدك ولا تخدم حاضرين؟ لا وحده يعني ننقب وحدي كل شيء عندي ماتريالي يعني من اللي يبدا نقولوا تبدا فيه من تكملوا كله صنعة عبد الكريم في تونس معقول يعطيك الصحة ولا باش نشري يعطيك الصحة هذا الغرام هذا واحد اخر جديد مازال مازال كشتي مازال كشتي هذا ما شاء الله الله غرام يا عم الكريم مش نورمال ما شاء الله عليك اللي تشاهدوا فيه اللي تشاهدوا فيه العازف الاول نقولوا في تونس على آلة المزود سي عبد الكريم فيتوري مرحبا بك سي عبد الكريم بارك الله فيك احنا توا في داره وقاعد يوري فينا في الحاجات اللي يعزف بها قرن غزال هاي سميته هذا؟ هذا بشوي خلينا نشوفه مستحيل هذا يا عنتر ايوه شوف يا سيدي ما شاء الله عليك يعطيك الصحة في الغرام هاي كل واحد ولونه وكل واحد وزينته ونغمته هاي باش نتفكر مزود القديم سي عبد الكريم فيتوري اللي سجلت به عويشه وماري عزينه ولميمه وراني فرهوت هاي
حوالينا فرهوده. المزود هذا اللي هبل بيها عبد الكريم تونس كامله ما شاء الله. وانا صغير كنت مغروم بالمزود، اول ما سمعت المزود هذايا. هذا هو فرهود عويشه ولميمه ونبي عزينه وسود عينيه والسر والكمون راني موظم. توا كي تنفخ مازال يعزف يعني حلومه. مش نوم لا ترى قربهم شويه القرون نتاع شنو هذوما؟ مش قرون. هذوكم اللي بحلوف. والله سي عبد الكريم والله هذا فرود بالله كان ما تراش مالها سي عبد الكريم الاول حتى جيناك حتى نفخه صغيره اشتر نفخه هكا للتاريخ هذا المزود انا ريته وانا صغير فهمني تار بابوشة وولادي حبوبها وقتها جاي عمل نمر في دار الأمين ونسبني وريا الله يرحمه الله يرحمه هاي وانت عزفت به ولاد الحاوية ناس زركون فهمني محمد الشحار هاي هذا توا عندي انا هاي فما 50 سنة ان شاء الله سلمي عني 50 سنة واحد ولد دخل انا عندي في الميدان توا محسوب قربت تفوت ال 50 سنة 53 سنة ما شاء الله 53 سنة يعني بديت عازف محترف عازف استخبار صغير استخبار بتاعك يا لومي ما شيك ما جيتيش بالدم نبكي دموع يملها موال هذاك عملوا لهذه حبوبة وكل استخبار الحلو هذا ما عادش ينجم يغني عليه الجملة علاش؟ هاي طايح شوية طايح شوية فما عندك لي المعدل شوية فما شوية واحد معدل عندي عندي عمل لنا حتى استخبار كان تراش مان اخوي عبد الكريم يرحم والديك يا ابي عمر رسول اسمه صلى الله عليه وسلم هاي القصوبة هذيك الصحة فك الزينة وكل الحرج وكل الديكور اللي تعمله له كان بكري هاي تلبسه كسرته كان بكري هاي نعم ساعة ساعة في مزود هاي يجبد المزود نتاعو هاي نعم الراجل يعملوه برشا حاجات اخرى هاي يجبد الريحه دروج الدار فهمت هكا نظيف برشا نظيف بالكدا وتولي الان تجلب الدار موهر يولي واهر وتوا بصراحه سي عبد الكريم تونا شاهدنا برشا من العازفين على ليله المزود كيما اللي في الدربوكة الشده نتاع المزود اللي تشدها انت ما راهيش في برشا صناعي انا شده المزود هذيك هيبه هاي هيبه من عندي انا الوحيد توا اللي عجبني بصراحه اللي ريتهم في الفن راهو هيبه ما راهوش قرايب هاي اللي عجبني توا في الشده نتاع المزود
يعطيك الصحة. يعطيك الصحة خويا عم الكريم، يعطيك الصحة يعطيك الصحة. هاو كريت نغمت هذا مش كيما هذا. يتبدلوا في الصوت. هذا الروج. هذا الروج. كما حق في الحق هذا يمكن نسميه التحفة هي. هو تحفة ما تسميش منه. تقول سحر. لا يغرام ما شاء الله. مش كاينك تعرف نقول واحد تزيري صحيح صحراوي يا صحراوي يعطيك الصحه هاكا النغمه هذيك تمشي مع الصحراوي يعطيك الصحه يعطيك الصحه هذا كل ما يخدم ما شاء الله الحمد لله الا هذاك ما زال باش نقولوا له والله ها هاك شو هاي كي تعدلهم شي اعطيه عاد النغمه الصحيحه كل حاجه نغمتها هاي جيناك على غفله نحن هاي كلها ماكش محضرها واحد هاي شو هاي ما شاء الله هاي ها ما شاء الله شو هذا يا سلم هاي وينه هو وينه شو هذا له هاي هذا عسلي هاي ما شاء الله مزيانة بصراحة اللهم صل على النبي هذا مازلت ما خدمتلوش مازلت هذا الرف نتاعو ما لازمو مزيان برشا بصراحة والله مزيانين يعطيك الصحة ما شاء الله عليك كل ما يجيو حبايب بياخذوا هاي يقول لك خذيت مزود من عند عبد الكريم في تونس. هذيك اما يمشي ياخذ قطعه قطعه. الطبله يعني والدربوكه. تجليد. تجليد كل واحد عنده اختصاص. اختصاص يجيوني حبايب. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة.